صباح الخير وصباح النور وصباح التيسير يا وجوه الخير يا الكويدات ديالي يا الفنات، كي دايرين؟ كي صبحتوا؟ لاباس عليكم. اول نهار لينا في دارنا الجديده، اول روتين لينا، غادي نبداو نقادو في حويجاتنا ونحطو في معناتنا. ولكن قبل من ذلك البنات، انا خرجت باش نتقدى شويه، عرفتوا؟ بحال الحلاق مشكيت عليكم، داك ستريس، داك العيا، داك الروينه كامله هذه الفتره دي اللي دزت منها، فبدا كيرجع عليا. خصوصا البنات غادي تشوفوا واحد الحاجه، بان باقي النجار ما جابش ليا البيبان. ايوا ما نعاودش لكم البرد، صافي عرفتو. وليدي واخا هكاك، واخا صابحه طحتها مريضه عيانه، ولكن نط على الصباح جيت تقديت، خصني فرماج، خصني شي تخربيق هكا. بعدا على الاقل غير نفطر، لحقاش ولينا كيزواف. غير يومين كناكلو غير في القهوه البنات، مع باقي مزاج يا لابوطه، لما عندنا ما صايبه حتى شي حاجه، راكم عارفين الروينه. ايوا جيت تقديت هاد الصباح هذا، نمشي نشوف ناخذ النعناع وناخذ سميتو، عاد نمشي نرتب داري ونشوفوا البنات. ناري عندك صافي ما تقلبتوش، خاص علي طاح التليفون. ونشوف بناتي حتى هما شنو غادي ندير. البنات جيت للدار، عرفتوا؟ واحد تكركيبه واحد تكركيبه، ما نعاودش لكم. ولكنني غادي نبدا بشويه بشويه البنات، ما كتجيش دقه واحده غير المود. داكشي اللي كنقول لبناتي، شوفوا هنايا هالباب اللي قلت لكم، شفتوه مع محلول غطي زعما كاين غير بالبونجه شويه. نيري ظهري ظهري ما يقتلني. نوري لكم شنو خديت بعدا، بانطوفات باش نسخنوا رجيلاتنا، لحقاش الدار هنايا بارده بزاف، والسنار الصراحه ما لاقوش ليها. خاص البنات بعدا كاين يوليو يجيو يحطوا صبابطهم لهيه، وعاد يلبسوا البانطوفات ويدخلوا. غادي نبدا انا نجمع في الحوايج ديال البوس، لحقاش كانوا في السره تما البنات، ملي بغاو يمشيو البنات للمدرسه راهم كاع ريتلو، خصني نقاد ليهم في البلاكار ديالهم، ونقاد ثاني حوايجي في البلاكار. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنايا البوطه وسميتو مازالين، درت انا غير طبيعي. انا نوري لكم البنات بيوت دادا ونورهين جالسين مستقرين في الكوزينه. شوف حتى انا جيت تخشيت معاهم البارح، وحق ليله يلا البنات هرت معاك، كنت مريضه. شوف الزيف كدايره على راسي. وتخشيت معاهم باش نتخشوا على البرد، لحقاش راه حتى همايا. ها هو هذا هو الباب ديال الكوزينه اللي كيشعل، راه كوزينه هذه. قلت النجار بلاتي بلاتي بلاتي، ما تجيب هذوك الصديق حتى تشوفوا كي غديروا لنا موسياتنا، حيت ما كاينش البنات. راكم عارفين الدار تحتانيه مع صغيره بزاف، خارج من الكراج، الكراج كبير بزاف، راه فيه 5 متر على 4، يعني راه كبير بزاف. داكشي باش بقى حنايا مضيق فيه غير الكوزينه والسيجور وديك الصاله، هادشي اللي غنحتاجو. ولكن قلت للنجار، قلت ليه بلاتي دوك اللعيبات باش نصايبوا الكوزينه هنايا، حيت خاص ضروري هنا داو نورها فين ينعسوا، ينعسوا مرتاحي على قبل المدرسه ديالهم. الباب هذا حتى تنشوف النجار واش غيجيب ليا البيبان اليوم ولا لا، بقيت شاريه غير داك سيت البواني، وعندي على البواني بلا بيبان. المهم الحمد لله بشويه بشويه، اهم حاجه هو الرضا والقناعه، واهم حاجه هو بناتي. واخا الوضعيه بحال ما نكون الله حتى فرحانه بزاف، قال لك ماما ما كاين ما حسن من دارنا، ما يبرزنا حد، ما نبرزطو حد، ما حنا شادين انتقادنا فينا. وليدني لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. المهم نشوف انا بعدا كاين اول حاجه نقلب على مقراج وعلى براد باش نعمر راسي، حقاش ضربني الجوع عند الناس. هانتوما لكم بعدا جبت النور، هان جبت لها بانطوفه باش نحطها على عند الباب، جبت لنا داتا هي بانطوفه، حيت هادوك اللي كانوا عندنا البنات كاملين رميت شي حاجه منهم. المهم اغلبيه اللي كنا كنلبسو رميتهم، ما عرفتش علاش دوك البانطوفات ديال القيصريه ديال 30 درهم تيديروا الريحه، تيبقاو عندك واحد المده كيديروا الريحه. هادو حتى هما يا راه ب 29 درهم باش خديتهم من مرجان، لقيتهم بروموسيون. هادو 29 درهم، هادي ليا
هذه النادة لقيتها ب20 درهم، وهذه النورهان ب29 درهم، حتى هي بحال 30 درهم، 600 ريال الوحده، وهذه ب400 ريال. خديت هاد الالوان هادو لحقاش حنا مازال مخربقين عندنا يعني التراب وداكشي، ما الدار واخا هكاك مازال ما حد ما دارش ليها الفايونس هنايا قدام الدار، غيبقى التراب يدخل لينا يدخل. علاش خديت هاد الالوان هادو البنات؟ صافي نجبد فريميج ونجبد كومير وسميتو نصايب الفطور ونفطر، نحس بعظامي البنات. الله سيدي ربي، عرفتو كنحس بعظامي ماشي غير مدكدكين، عرفتي كثر من الدكديكه اللي هنايا والراس. لا اله الا الله. وصافي بعدا كاين اول حاجه جمعت حي حوايج البنات من الارض، واخا حطيتهم غير فوق الناموسيات، ودرت سميتو بريري ديال اختي باش نشرب مع راساتي. شي يومين هادي كناكل هضره في الصباح، في جبت بعدا هي الكوبير هذاك خبيز صغير باش ناكل، جبت فريميج قوتو بعدا كي عاد نشوفو الشقة. عرفتو كي غندوز اليوم البنات النهار، غادي ندوزو تنعس ساعة ونوض 10 دقايق باش نقدر نكمل النهار. هادشي علاش قلت لماما بلاتي، عرفتو مي قالت لك والو بغات تجي وخالتي وسميتو العائلة، قلت لهم شوفو خليوني عنزق انحيد لكم، عارفين تجلسو على الاقل عارفين تجلسو. ما كاينش في الدنيا مرونة، وجاتني جاتني بالمرضى كون عامة مرضتش والله إلا قول أمي خليها عا اليوم الحد تكون عواطف ولادها ما قارينش كسا عجيو مرحبا بيكم. ورا المرا من الصباح هي تصوني يا أمي خليها، وخصوصا هاد البنات ما كاينينش البيبان، أمي أنا في ساعة كنصفرد. أمي أصلا عندها دوك لي بغونش ديال الصدر، عندها مخنوقين بالبرد، في ساعة كتبرد ما تستحملش تنعس، إلا نعست تصبح مريضة. نصبحوا في الطبيب ونصبحوا في، ولكن اش نقول لكم لا إله إلا الله. وصافي هي ما مسكينة ما تقبلتش ما استوعبتش، تنقول لها راه ما كاينش البيبان، خلي غير يجيب النجار البيبان عندك فين تجلسوا. إوا الله يدير لي فيها الخير يزكيو دار بيضاء، وخا شويه كومين بيضاء الحمد لله، اللهم لك الحمد اللهم هكا ولا بلاش، ونتقداو للضيافين ونوجدو استقبال العائله وداك الشيء باش نكبروا بهم كيما فرحانين ليا، وناكل بيضاء. الله وخوتي الحراخه نفطر ونشوف الدواء نشربو ونشوف نهاري كيفاش غنكملو البنات. البنات عرفتو شداتني السخانة قبيلة، وليت تكيت شربت الدواء تكيت يلاه كتاب انني نفيق نتوقد واحد شوية. نورهان ولات جات تكات حدايا شحنايا مع دوك الهريبات. ندى مشات للسويع، دابا ملي توقدت شوية غادي نوض نبدا نزكي في الحويجات ديالهم، بعدا اهم حاجة باش اموال نلقاو في الناس. وفي العشية كاين عاد جخليط الخبيط، ولكن واخا هكاك البنات عرفتو كاينه واحد كنحسو بواحد الحلاوه، واخا دابا حنايا باقي مجرد لي سميتو بزاف ديال الحوايج، باقي مازال خص شحال من حاجه عرفتو. تصوروا النجار والله ما قدرت نعيط ليه باش نشوف على حساب البيبان، اليوم ضل النهار كامل كل مره كنفكر نعيط ليه، لا غير ديك باش نوض نفتح ليه الباب ونبقى واقفه وحاضيه وسميتو ما قدرتش. وليني دابا عاد توقدت شويه متوقدت سطح الظلمه، نوض دابا نبدا نقاد بعدا هي الحويجات شويه بشويه. وهانتوما معايا البنات، هنا بديت دابا بحوايجنا دا ونورهان بلا كان شفتو درتو ليكم هنايا في الكوزينه مؤقتا، جبتهم قبيله قبال ما تشدني السخانه ونعاود نعس، فغادي نبدا نستفلي في حوايج هما الاولين انا حتى الغدا ولا حتى تنلقى الوقت، هما اللي تيبغيو مع المدرسه باش يبدلو. شوف
دايره سميتو داكشي اللي تياكلو مع راه قلت لكم هادي يومين تاكلو عمر القهوه داكشي السقاطه زوج تاكلو تحط بسم الله توكلنا على الله كيلا على نويضة خازنا الماكلة هدايا شنو هاديك باش ما تشفتش باش نبدا نقاد ليهم لا ما عرفتش دايره ما عرفتش دايره ويسا اه لو عندي راه حوايجها المسخين اللي دايره في البلاكار ديالها هادو كانت لابساهم فغادي نحطهم لهنا حتى نصيب لي ندوز ل خصني شي حاجه البنات باش ننزل في هاد البلاكار خصني شي خشبات ولا شنو ندى شوف ندى دايرة الذكريات شوف دايرة عقلت على هاد الكاسيطة ديال البنات ها هادي راه الكاسيطة ديال العرس ديالي انا وبابا ماشي العرس بحال الخطبة بحال ما عرفتيش داكشي المهم شي حاجة جالسين حدا بعضياتنا ولحقاش ما درنا لا عرس لا والو لا عمارية لا حتى شي حاجة المهم دوك شطيح بالتعارض وعلى التسريح و هذا بقى محتفظه به طرفهم لي على التصبر الذكريات ديالنا هي هنا عندنا هو لي تطوار والبريري ديال بابا هانتوما شوف هذا كان اخر حاجه شراها راجل الله يرحمه قبل ما يموت داك النهار يا واعرفتو شحال هذا الدار مش مع امي بغديه ونادا كتبكي تقول لها لا امي ما تلقيش ليا براد بابايا امي حتى هي مسكينه خاصها تشوف الحاجه صايته تبغيها ايوا ونادا كتقول لها لا هذا ذكرى بالبابا ما ديش راه كانت خازنه في التجارب وحطها في دابا بدا من هاد الحويجات على بركه الله نوران وخشية ناضت ناضت عقب التكات المهم انا البنات راني استفدت الحوايج شوفوا اي حصلتها استفدت الحوايج قاديتهم شفتو هذا ديال نادا وتحت ديال نور هيد درت واحد شويه ديال لي بات يطيب باش نجمع هنايا الناموسيه ونقادها الناموسيه اللي سنا صافي حنا ثلاثه نوضي كل شي حاجه بالما طابت لي بات ونضربها بواحد الجفيفه لهنايا وجوا البنات مع هنايا مسادين زعما على البرد غادي نجر هذا نقادو ليه نحط هذيك داك الشرجم البنات لقيت بزاف قلتوا لي صباح ما كبرتيش هذاك على حساب البنات البلاكارات لحقاش كوزينه صغيره فبغيت ندير البلاكارات داكشي باش طلعت وقنزعتو الفوق هذيك غندير فيها العلاقات الصباح باش نستف حوايجي وهذه غادي نحط فوق منها المانطل هي غادي نجفف دابا لحقاش البنات قبل ما نشري لهم بانطوفات كانوا تيدخلوا بالصنادل الصنادل تيدخلوا التراب ديال برا ديال الرمله وسميتو الدار باش كانت صبات الشتا راه كانت تدخل سميتو الغبره وديك واه ايوا وتي بانطو فاش رينا لك ما كملات عندك حتى نص نهار وسختيها ما حشمتيش يلا خاص نقاق مالك فين خرجتي بيها خرجت فيها حتى بلاصه وسخات المهم نقاد هنايا البنات
نجفف شي جفيفه صغيره نخرجها لاكور ونقاد نلمط الناموسيه ونقعد. في الكوزينه عندنا كده يا عمي بانتوفتشي. ها بانتوفتشي خلينا نشوف باقي البنات ما ستفتوش. يلا بديت شويه بشويه باش نستفو البوطه درتها هنا وين غادي نحولها يمكن غنحولها لي باش هنايا نصيف نقاد لامي حنا تنصايبهم. كلام اللي انتي حافظه دي هذا تنزقينا البنات هنايا بشويه بشويه صراحه بغيتنا نحاول ندير هذا الجوج ماشي تنزلوا لي هنا واش نخلي تما خالي ماما واش الفريزه اللي بغات باش تبغي تبقاي قابلة للزرقاء. لا حشومة. لا ماشي قابلة للزرقاء، بغيت قابلة للطوموبيلة. بغيت الطوموبيلة كذا؟ لا لا يشرب كلشي. ما يسرب حتى شي حد ما يسرب، راه كلشي مسجل. نادا نادا يلا جات من السويع البنات يلا كيف وقت من نعس البنات ها هو لي طات ملفة ندير كل واحدة في عد تبصيلة دابا باش مكترش عليا الماء مازال ما صايباش فين نغسل الماء زوينة تحبي لي تنهضر مع البوطات ها باش ما نكثرش الطبع عسل درت طبسيل واحد ملحتيها ها ملحتيها لا لا دابا جاتني مسوسه حتى الاخر ودردرت مليحه يا سكتوا تفضحوناش قول بنينه
قول مقادة بنينة على تنطر على الباطن ما ملحب هي لما قلنا لها فرماج لها اللي عندك البنات باقي كل شي مجرسل أخواتاتي هادو راه مسيطر نزوع عليا نعدي واش نطفى على الباطن اصلا منين صايبي لنا لازانيا غدا واخا هاتو ماشي هادو البنات هي غتصايب لنا لازانيا غدا انا اللي عندي واخا عندي فرنس ابو الكتاب كسكسو انت مع باقي كل حاجه مجرسه مجيه تريد جنونك اصلا لنا المال عندك عندك بلي نسيب لهم بعدا ما كنبغيش انا لازانيا تنبغي بيتزا باش تخليش تشوطي تتشهالي انت اللي قلت بالضبط اي مش هكا ديالي زوينه الفنونه هكا يلا البنات هذا هو النهار ديالنا هنايا غادي نشوفوا كيفاش غادي نباتوا ضايقين في ديك الناموسيات تلقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله على القناه البنات ضروري ما نديروا العادات التقاليد ديالنا لا تكون عتبه مباركه ان شاء الله غدا نديروا شي ديال حبه البنات يلا البنات ماشي حاجه بسيطه تم من بعد وعاد نتفاهموا على داكشي اللي كنا كنقولوا بصح شي حاجه بسيطه شي حاجه بسيطه ثم من بعد عاد نتفاهموا على الصداقة ونتفاهموا نتشاوروا بيناتنا ياكل بنات تقدروني معايا باش نجري دانون يلا هادي هادي ماما نسولك تخرجي دابا شي دويرة بحال كيما كانتي دير باب بالليل والله ما نخرج لها اليوم انا عندك والله الا بغينا نشرب دوايه ونمشي للناس يلا البنات صبحوا على خير نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله على القناه نحى عليكم يلا اختي